من صدام ما شو مو الشهيد هو شنو؟ شهيد, شهيد الأمة. شهيد المسحة. دخلنا طلعوا من استرداب مثل الكلب طلعوا. وراحوا سكتوا. مو صحيح ولا لا؟ أيوه. هذا الواقع يا أخي شدته. يعني راح ظلم الكويت. ظلم شعب الكويت. وحتى البدون لحد الآن ما وقت الهوية لا وقت شو عندهم؟ يعني من أحسن. ليش يا عم عوف السادة حرام عليك يا رب. الله غاضب عليه. الله غاضب عليه. الله غاضب شبيهم. ليش الله غاضب عليهم؟ ليش الله غضب عليهم؟ حرام عليك. سؤال بس سؤال بالله بذمتك من احسن العراق احنا عيد. والله عمي صدام ابو نصر ما صدام رجع لي مليون سنه يا اخي. سؤال لا بنى التحديد لا خر خلانا لا مدارس لا علماء كل شر الله يرحمه. الا لو كان صدام عايش كانت المظاهرات ما تطلع الحين في بعض الروح حلك حلك ما تطلع يعني ما عدي عدي كان عامل صدام نار عدي موجود ليش تطلع؟ كم تجيب لنا بحثي تصور شنو؟ شنو تبي تطلع؟ اريد اصور التبعيه الايرانيه. انت طالب اللجوء هنا ليه؟ اخونا انا ورا صدام فلت الحكومه هذه. انا ليش شك طلعت؟ شك طلعت خلاص ورا صدام طلعت. ما حجيش تليت تربيت نسوي شيء لا. يعني انت وين صدام دخلت على الكويت انت ميته ها؟ الكويت المحافظه رقم 19 ان شاء الله ترجع الكويت قول ان شاء الله ان شاء الله الكويت من المحافظه رقم 19 تحرر بلد.